من جديد تتصدر هيئة النزاهة العراقية المشهد السياسي في البلاد عبر إعلانها لأرقام صادمة احتواها تقرير نصف سنوي حيال نسب الفساد الإداري والمالي. فقد كشفت مؤخرا أنها استعادت أكثر من مليار دولار تم إعادتها إلى حساب خزينة الدولة العامة. تعد من المبالغ أو الأموال المسروقة أو المنهوبة التي يصل رقمها تقريبا إلى أكثر من مليار دولار إلى خزينة الدولة العامة. بالتأكيد عمل يؤكد على أن البرنامج التي وضعته الحكومة العراقية لمكافحة الفساد هو موضوع قد دخل في خطواته الأولى. التقرير استعرض أيضا عدد المتهمين والقضايا الجزائية وأوامر التوقيف بحق المدانين أو المشتبه بهم، ووصل عدد تلك القضايا إلى 850 قضية فساد واختلاس نفذ الحكم منها بأربعمائة وسبعة فقط خلال النصف الأول من هذا العام، فضلا عن صدور 34 أمر استقدام وتوقيف وقبض بحق وزراء سابقين ومدراء عامين. هيئة النزاهة تطارد كثير من هؤلاء الفاسدين الذين استنزفوا مبالغ كبيرة من موازنات العراق السابقة منذ عام 2003-2004 ولحد الآن، وبدأت تكشف يعني عن كثير من الفساد المستشري في كثير من دوائر الدولة. ووفقا لمنظمة الشفافية الدولية فإن العراق ومنذ سنوات عدة يعاني من فساد مالي وإداري كبير جعله يحتل المرتبة 12 بين الدول الأكثر فسادا في العالم. تشير التقارير الحكومية أن الفساد في العراق تسبب بخسارة البلاد 250 مليار دولار خلال 16 عاما مضت، وأن تلك الأموال ذهبت أغلبها إلى جيوب السياسيين ورجال الأعمال بحسب التقارير البرلمانية. من العاصمة العراقية بغداد، محمد فاضل، الغد.